سائلة من البليدة تقول: هل يجوز لي أن أدعو للشيطان بالهداية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا زيد ادعي له يدخل الجنة وتكون انت زوجته في الجنة ويكون نصيبك يعني. وين هذو ما أبو لهب وفرعون؟ هذو راهو ثابتت النصوص بأنهم من أهل النار. أسئلة غريبة. واحد جا سقساني ويلا حواء شعرها أصفر، وأنا وين شفت حواء ولا تلاقيت بها ولا حضرت العرس نتاعها كي تزوجت بآدم عليه السلام؟ يا أخي تزوجوا في الجنة، واش دخلك أنت تحوس على حواء ولا شعرها أصفر ولا كحل ولا كيفاه داير؟ واحد سقساني الكلب تاع أهل الكهف هل هو دوبرمان ولا شيان باجي؟ واش دخلك انت في المسألة؟ لو كانت الحكمة في نوع الكلب لذكره القرآن، ولكن القرآن قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فهو كلب. قلت له بالك كانش، وين على بالنا ولا دوبرمان ولا بالك كانش. مصيبة. يسألوا أسئلة عجب. جاني واحد قال لي: سكان القرية منقسموا على زوج أقسام. على خير؟ قال لي أم يتسألوا شكون اللي عقد الزواج تاع سيدنا ادم عليه السلام، شكون عقد له؟ قلت له: يا اخي صب وش وانتم واش قلتوا؟ قال لي: النص تاع القريه يقول سيدنا رسول الله، والنص الاخر يقول لا الزوج بها بلا عقد. قلت له: يا سبحان الله، لما ربي قال له هذه زوجك سكن انت وزوجك الجنه، كي قال ربي سكن انت وزوجك؟ هو ربي هو اللي عقد له، واش يسحق امام يعقد له؟ ربي قال له: هذه مرتك هذه زوجتك. ثم انتم كيف تنقسموا على مساله كما هذه؟ واش دخلكم شكون عقد الادم عليه السلام؟ ماشي رديتونا 100 سنه للوراء، ماشي 200 سنه، ماشي 1000 سنه، رديتونا الى ادم عليه السلام. وين رايحين بهذه الاسئله العجيبه والغريبه؟ ما الشيخ عبد الرحمن الجيلاني رحمه الله سقساه واحد قال له: صليت فوق القرمود ولا صلاه صحيحه؟ قال له: واش اداك للقرمود؟ يا اخي انت تخدمتك تصلي، علاه طلعت للقرمود تصلي؟ واش اداك للقرمود؟ يعني قامت بعض المشايخ بهذه الاسئله.